اليوم باش نحكيو على ايفينمون سيصادق في عالم الكاراتيه وفي رياضة الكاراتيه. باش نحكيو على اول تورنوا دولية للكاراتيه في جزيرة اوكيناوا اللي باش تكون من 1 اوت الى 8 اوت 2018. كان تعطينا فكرة على البطولة هذه وشنو الهدف نتاعها؟ صحيح، حول الاسبوع الفارط قلنا الخبراء، اكبر خبراء نتاع الكاراتيه جايين من اوكيناوا، والمره هذه تشوفها في اوت 2018 حب يعملوا اول بطوله دوليه عالميه في الكاراتيه التقليدي وخاصه رياضات الكاراتيه نتاع اوكيناوا. مش يلمدوا كل المدارس اللي هما في العالم اللي هما كلهم خلقوا، المدارس كلها تخلقت من اوكيناوا، اليوم يحب يعملوا لهم دوره عالميه للمدارس هذا الكل. والهدف نتاعهم كما قلت هو توحيد الكاراتيه في الجزيره، شنو هي الجذور نتاعو، تاريخه، كيفاش تخلق، شكون خلقوه، ويحبوا يعملوا النهوض بالكاراتيه هذا التقليدي نتاع اوكيناوا. فما تبادل خبرات، زاد فما برشا من اوكيناوا خرجوا للخارج، مشاو لامريكا ومشاو العديد من الدول مستدعين زاد في البطوله هذه، وايضا الحفاظ على التقاليد والعادات على الرياضه هذه، وخاصه الفنون. هم ما يحبوش التغيير الفنيات والحركات اللي هما تخلقوا في اوكيناوا. هل أن البطوله هذه مفتوحه لكل الرياضات الدفاعيه؟ لا، هذه البطوله خاصه الا برياضات الكاراتيه اللي هما جايين وتخلقوا من اوكيناوا وبعدها انتشروا ومشاو للعالم. ولذا معناها اليابانيين يعتبروا ايضا هما من اوكيناوا لانه هي مستعمره من طرف اليابان، اليابان هي تدخل، اليابانيين يدخلوا، لكن دائما في اختصاص الكاراتيه اللي جاء من اوكيناوا، لذا ما هيش للناس كل. واحنا عندنا بعض التوانسه هنا اللي عندنا مدرسه شوتوكان اللي هي هنا في تونس اللي هما جات من اوكيناوا، لان الفونداتور نتاعها اسمه فوناكوشي، وفوناكوشي هذي اول واحد عمل اول عرض تعمل في اليابان هو عمله فوناكوشي اللي هو تابع المدرسه شوتوكان اللي هي عندنا موجوده في تونس. معناها ينجموا جماعه هنا شوتوكان اللي في تونس ينجموا يمشوا يشاركوا في البطوله العالميه هذه. لكن التايكواندو ولا احداغر ما جابش يشارك. والبروجرام نتاعها شنو بالضبط؟ والله هو البرنامج طبعا ما فماش دي كومبا، فما دي حركات، هذه الحركات السلسله نتاع حركات اللي مسمينها الكاتا، الحركات اللي هي سلسله نجم تقول نتاع حركات، وفما جماعيه وفما فرديه، فما ايضا البونكاي تفسير هالحركات هذه كيفاش تفسرها، معناها دائما بالحركات مش تفسرها مش بالكلام، معناها مش تعمل حركات وبعدها تورينا شنو هذوما الحركات، شنو معناها، كيفاش تستعملهم، وشنو الهدف نتاعهم. وايضا فما اللي كتا حركات اخرين اللي كيما قلنا بمتاع الكوبودو، اكل الاسلحه العتيقه نتاع اوكيناوا، كيما قلت لك نتاع الطنفة، المثل اللي هو نتاع العصا نتاع البوليس اللي هي ما عادتش العصا العاديه، هي ولات الطنفة اسمها هذيك، جايه من جزيره اوكيناوا. وفما عروض فنيه، دي ديمونستراسيون، تعمل ديمونستراسيون بعد الحكام يعطوك شكون اللي يعمل ديمونستراسيون خير، ديمونستراسيون انديفيديوال، ديمونستراسيون بار ايكيب، معناها تجي ثلاثه اربعه تعمل معهم عروض، وبعدها تفسر شنو هي العروض هذه، معناها بالحركات شنو هدفها، شنو وشنو الحركات نتاعي، يعطوك نوت على الحركات وعلى كل شيء. الاصناف اللي باش يشاركوا استاذ هنا الاصناف، معناها هذه شويه عجيبه، تشوف هنا الاصناف معناها اوكيناوا كيفاش، معناها بالنسبه له الكاراتيه راهي ماهيش رياضه نتاع ميداليه وتصبح على خير، راهي الكاراتيه هنا تشوف عندنا جونيور اقل من 18 سنه، عندنا ادولت من 18 ل 40 سنه، معناها ينجم 18 سنه يتقابلوا 39 سنه 40 سنه، وبعدها عندنا ادولت اخر من 40 حتى ل 60 نجم يلعب. انا انت مازال صغير تسمى تمشي تلعب، مازال بيبي، مش تلعب مع الجونيور بس كفهمت. وبعدها عندنا السينيور اللي هو بلس دو 60، معناها تلقى في البطوله هذه تلقى 70 يعملوا في الكاراتيه وياخذوا في النوط ويعملوا البطوله نتاعها، معناها باش تفهم انه هما راهم يدربوا مش على ميداليه ولا باش تحصل على حزام اسود وبعد مش باش يحل الكراج ويمشي يدبر شويه فلوس، راهو ياخذ عمره كامل وهو يدرب على شخص تقول براو الكاراتيه، راهو تختلف على الرياضات الاخرين خاصه جزيره اوكيناوا. ويظهر لي صدق اللي باش يكون حاضر في الدوره الدوليه هذه وباش يعمل استاج لمده نهارين باش ياخذ سيرتيفيكا من عند خبراء الرياضه هذه في الجزيره. طبعا هما لو يشوفوا في الانترنت
اللي يحب اللي هو مهتم بالرياضة هذه يلقى أكبر خبراء العالم. ثم تقريب 50 خبير مش يقولوا متواجدين غذكية اللي هم هم موجودين في جزيرة أوكيناوا ولا هو هم زادة لخرجوا بعثتهم الجزيرة يمشيوا يدربوا في العالم وطلبوهم عديد من كيما البرازيل مثلا عندنا برشا يابانيين يدربوا هذيك من القدم اللي هما خرجوا من في امريكا. والحق معناه عنده يومين معناه تربص مش ياخذ شهائد وهذاك مهم تربص حتى اللي ما يحبش يعمل بطوله. لكن هناك تشوف راه الاصناف الكل معناه انت معناه اي واحد يمشي لوكيناوا ما يمشيش يلعب معناه حرام معناه فهمتني لانه الاصناف ما فماش سبب غاديك ما تجمش. بالنسبه للياباني وجماعه اوكيناوا خاصه تقولوا لا انا مانيش باش نلعب راني كبير يقعد يغزر لك معناه يقول لك كيفاش احنا عندنا رياضه نلعب مرة نتاعك هاو مش يلعبوا تصدق انت ماشي لا انا مانيش ماشي مع الاسف مع الاسف انا ماذا بيه وكان نمشي نلعب ما عنديش حتى مشكل واضح. شكرا ليك استاذ صادق.